أنا على الهاتف الحاج سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء. مساء الخير يا فندم. محمد ازيك؟ ازي حضرتك؟ تحياتي ليك كابتن ماهر همام كابتن الحاج محمد سعد. فيش. أهلا يا حاج سعد، ازي الحال؟ الله يخليك. الحمد لله رب العالمين. حاج سعد، يعني دايما تصريحات نادي الرجاء الآن إن لسه الفرصة قائمة ولسه في قتال وإن الأمالي موجودة، وعلى الرغم إنها صعبة للغاية في البقاء ولكن موجودة يا فندم. طبعا يا كابتن محمد، طبعا لسه 10 مباريات ب 30 بونت ولسه الاماليه مستحيل، احنا هنجتهد وهنكافح لغايه الاخر. اي نعم الامور فيها صعوبه شويه وفرقه كبيره قدامنا زي الاتحاد وزي وادي دجله وزي طبعا، لكن احنا هنكافح الاخر. والحقيقه يا كابتن برضو من يوم ما جه كابتن رمضان انت شايف الشكل اتغير والاداء اتغير والروح اتغيرت والاصرار والعزيمه بتاعت اللعيبه، فان شاء الله يا رب ربنا يكرمه كده يا رب ويوفقه. طيب حاج سعد، الكل الان ينتقد الرجاء من اجل ان هو اكثر فرقه عملت انتقالات في شهر يناير. شايف الانتقادات دي ليه؟ الانتقادات دي مش محلها يا كابتن، احنا في المركز الاخير. نعم. يعني جاي يناير واحنا في المركز الاخير. فلازم نجدد ولازم نكافح ولازم نجيب لعيبه تأدي، احنا لو كان عندنا لعيبه كويسه ومؤديه ما كناش غيرنا، هو حد يحب التغيير؟ نعم. لكن احنا كنا يعني لما تبص على المركز تقول المجلس الاداره والجهاز الفني ده في حقه لازم يغير. نعم. احنا جبنا ولو لقينا لاعبين ثلاثه كويسين تاني كنا جبناهم. طيب هل يا حاج سعد كل الانتقالات دي كانت بوجهه نظر المدير الفني؟ طبعا يا كابتن، بص احنا ما بنجيبوش لعيبه الا بموافقه المدير الفني ايا كان هو معانا. احنا اي نعم شكل لجنه كوره ونجيبوا لعيبه بس الاوكي اللي بيديه المدير الفني، ده عايزه ده مش عايزه. اللعيبه اللي ايدناهم كلهم براي كابتن خالد القماش وجم لعبوا مع كابتن عماد النحاس فتره طويله. جه كابتن رمضان يعني يمكن جه في اخر مباراه في الدور الاول. نعم. وعمل معسكر 5 ايام قال لي لا في ناس مش هتنفذ اللي انا عايزه. عايز اقول له حاجه. طيب حاج سعد، هل هتعمله في الماتشات اللي جايه هل هيبقى في لائحه خاصه لاخر 10 ماتشات للدوري الممتاز؟ هل هيبقى في مكافئات فوز هتتضاعف؟ والله احنا من مباراه امبي كابتن محمد كابتن رمضان عدل اللائحه وعمل اي مباراه يكسبوها 10,000 جنيه. وفي مكافاه كبيره من السيد المحافظ لحاله البقاء. فاحنا نجتهد ونحفز اللعيبه، ما فيش حاجه غايب لهم، احنا كل حاجه بنعملها. فان شاء الله يا رب ربنا بس التوفيق يكون حليف. طب حاج سعد، ايه الحاجه اللي حضرتك كنت حابب ان انت تكون عملتها من اول الدوري ودلوقتي عملتها ولقيتها شغاله؟ يعني هل في لعيبه معينه جبتها في انتقالات يناير كان ممكن تجيبها في منذ البدايه؟ هل التعاقد مع كابتن رمضان من منذ البدايه كان ممكن يبقى افضل بالنسبه لك؟ للامانه كابتن رمضان السيد ده من البدايه كان فرق معانا كتير. فرق معانا لان هو عنده درايه كبيره جدا جدا باللعيبه. عارف يمكن لعيبه مصر كلها. تقول لي اسم اللعيب بس المعروض عليك وهو يقول لك هذا يلعب مركز ايه ولعب قد ايه ويفيدنا ولا ما يفيدناش. يعني اللعيبه احنا جبنا 18 لاعب في يناير هو اللي قايل عليهم كلهم. وانا اتفرجت عليهم يعني اللعيبه بسم الله ما شاء الله قدروا يكسبوا المقاولين ويكسبوا امبو وينبي ويتعادلوا مع المصري وماشيين بشكل كويس جدا. طيب لا يا فعلا اللي كابتن رمضان طبعا خبرات كبيره وراجل وما بيقلقش برضه من التانيين خالد القماش وعماد النحاس، ولكن هي بس خبرات بقى وممارسه. وهو راجل اشتغل مع ناس كتير واتمرن في ناس كتير وطلع من نادي كبير ففرق معاه برضه. طيب حاج سعد، اخر لقاءات للرجاء يعني حتى امام النادي المصري خساره بفارق هدف والنتائج دلوقتي في الدوري الممتاز بقت بتبقى فرق جون، هل شايف ده عشان الاقتراب الدوري من الانتهاء؟ بص يا كابتن محمد، هو الدوري كله في الدور الثاني صعب جدا لانه في فرقه بتنافس على دوري، ومع ان الدوري اتحسن للاهلي بنسبه 90% و90%، لكن الفرقه اللي تحت دي كلها عندها قلق. حتى اللي عنده 35 بونت وعنده 34 بونت وعنده 33 بونت فكله عنده قلق. المباريات كلها صعبه، ما فيش فرقه يعني انت شايف طنطا تعادل مع النصر. نعم. رجاء تعادل مع المصري، رجاء كسب انبي. فهتلاقي العمليه الماتشات اللي جايه دي ماتشات صعبه جدا 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 على اي فرقه. نعم. شايف الاهلي عمل ايه مع رشودي؟ كسب رشودي وهتفرق بالعافيه. طيب هل التعادل امام المصري حضرتك تحسبه انها نقطه فعلا ممكن تبقى ليها عامل مؤثر في بقاء الرجاء او بدايه انطلاقه؟ احنا كنا بنلعب على المكسب، محافظين لابدنا على المكسب، ويمكن حتى تغييرات الكابتن رمضان كلها فراوده، نزل محمود عبد العاطي ونزل مصطفى لالا، تغييرات الشوط الثاني كلها عايز يكسب. نعم. لكن في الاول والاخر انت بتلعب فرقه كبيره. نعم. فرقه كبيره مع جهاز فني محترم، فرقه بتدفع في الاهلي والزمالك. فالنقطه برضو ما هياش ما تعتبرش خساره من مصر.
حاج سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق. الراجل